من ناحيتهم قال مواطنون في المهرة إن تردي الأوضاع الحالية لم يقف عائقا أمام الاحتفاء بثورة 26 من سبتمبر. وأضاف المواطنون أن ثورة 26 من سبتمبر ثورة مهمة لكل اليمنيين في شمال البلاد وجنوبها. العيد الوطني 26 سبتمبر جاء بعد كفاح الشعب اليمني، حيث كانت الإمامة وكان هناك الظلم والاستبداد، فبدأ الثوار واستعانوا أبناء الشعب اليمني كلهم شمالا وجنوبا في تكاتف الثورة اليمنية 26 سبتمبر، حتى جاء يوم 26 سبتمبر هو يوم وطني تاريخي يشهده أبناء الشمال من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. 26 سبتمبر لها تاريخ كبير في تعليم الأجيال والمدارس والخطوط والجسور والصيدليات والمستشفيات. كنا نتمنى تماما أن يكون احتفالنا لهذه العام بثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر كان لها ثمار جيدة، لكن مع الأسف يعني أتت يعني الأنظمة هذه وجاءت هذه المعاكسة التي عقب يعني أخرت وعرقلت تطور الشعب اليمني التي قام على إنقاذ هذه الثورة اللي في 26 سبتمبر وقيام ثورة 14 أكتوبر التي إن شاء الله نحتفل بها 14 أكتوبر الشهر القادم إن شاء الله. 26 سبتمبر هو الثورة اليمنية وبداية الانطلاق للشعب اليمني والاحتفال في كل سنة لهذا الشعب، وكل شيء جميل في هذه الثورة من ذكرى وكل وقفة يمني لهذا الاحتفال الكريم وكل شيء في هذا الاحتفال. فنحن منتظرين لهذا 26 سبتمبر كونهم واحد من اليمنيين.